ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الاسد ليوم الاربعاء 29 ديسمبر كانون الاول 2021. النهارده هتلاقي ترحاب عارم جدا من كل اللي انت بتقابلهم، فخليك حريص على انك تقابل الود ده بنفس القدر، وهتكسب اصدقاء العمر. ممكن يحالفك الحظ وهتلتقي بشريك حياتك، فخليك مستعد. بالنسبة ليك مهنيا، فارق كبير بين القديم والمستقبل، إلا إن المهم إنك تستفيد من العبر والدروس اللي انت بتمر بيها وما تمررهاش مرور الكرام. بالنسبة ليك عاطفيا، خليك صريح مع شريكك بمشاعرك وحقيقتها، فهو متفهم وقادر على إنه يستوعبك براحة كبيرة. بالنسبة ليك صحيا، لازم انك توفر لنفسك بعض الراحة علشان تستعيد نشاطك تدريجيا وتواصل جهدك علشان تحسن وضعك الصحي اليوم، لانك مش بتستعيد حيويتك بسهولة، فخليك حذر من النقطة دي. توقعات العشرية الاولى مواليد 23 يوليو ل 2 اغسطس، بيتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة وتحفيزك على حلها اصعب من المعتاد، فما تيأسش واعثر على بدائل جديدة. توقعات العشرية الثانية مواليد 3 اغسطس ل 13 اغسطس، لأول مرة خانتك الانماط السلوكية الاعتيادية الخاصة فيك ووضعتك في مواقف حرجة جدا. استراتيجية الحلول اللي انت بتنتهجها في المعتاد مش هتحسن من الامور حتى لو حاولت مرارا وتكرارا. توقعات العشرية الثالثة مواليد 14 اغسطس ل 22 اغسطس، هناك تنبؤات بقدوم فترة اختبار هامة جدا، فتعامل معاها بتفاؤل وثق في امكانياتك الذاتية، وما تتأثرش بآراء الاخرين ولا تجعلها تحيدك عن معتقداتك. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيتماشى عطارد مع كوكب الزهرة وبيرجعوا للوراء في وقت مبكر اليوم، وهيستجمع بلوتو في وقت مبكر غدا معاه، وهيتم التركيز على مناقشات مفيدة أو فحص للماضي. هناك ميل لتحليل العلاقات والمشاعر اللي بتتعلق أساسا بالروابط السابقة، بينما يعطينا هذا منظور جديد للقضايا والمشكلات القديمة، ما زلنا لا نملك الصورة كاملة. كذلك مع وجود بلوتو في اللعبة، قد نكون مصرين جدا على الحصول على المعلومات، لكن قلوبنا قد لا تكون مستعدة لذلك. في المساء هيقوم تقويض ثقتك مؤقتة ويمكنك لمربع اليوم بمكرون، لكننا مستعدون ورغبون في العمل من أجل شيء مهم. بالنسبة لنا، إلى إثارة عدم الأمان ممكن يؤدي إلى عبور وعدم يقين بشأن اتجاهنا أو قناعاتنا أو حتى أغراضنا. من ناحية أخرى، بيساعد العقول المريخ وزحل في الانضباط الذاتي والاعتدال، بنميل إلى تفضيل الأساليب التقليدية والعمل نحو طموحات متواضعة. إنه وقت مناسب لتهدئة طاقتنا ووتيرة أنفسنا بشكل إنتاجي وتنظيمها. بيقضي القمر اليوم في برج العقرب، بيدفعنا إلى تحديد الطبقات المخفية في حياتنا. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.